كان يا مكان كان في مزرعة جميلة بتاعت راجل طيب اسمه عم سلطان. كان عايش فيها حيوانات كتير، حمار وبطة وفرخة وديك وكتاكيت وبقرة وتلت قطاقيت صغننين اخوات حلوين قوي، بس مامتهم ما كانتش موجودة. اصل عم سلطان لقاهم محطوطين في سلة لوحدهم وهم لسه مولودين يا عيني، فاخدهم وقعد يراعيهم لحد لما بدأوا يكبروا، بس لسه مش بيقدروا ياخدوا حقهم ولا يدافعوا عن نفسهم. وعلشان كده عم سلطان طلب من كل حيوانات المزرعة انهم يراعوهم وياخدوا بالهم منهم عشان ما يحسوش ابدا انهم لوحدهم. وطبعا كل الحيوانات الطيبة عملت كده ما عدا واحد بس، وهو الكلب ميشو. ميشو ده كان كلب مزعج ومفتري عايش في المزرعة مع باقي الحيوانات، لكن طول الوقت بيضرب الحيوانات الأضعف منه ويعمل فيهم مقالب ويخبي أكلهم. وطبعا أكيد بالنسبة للأستاذ ميشو القطط التلاتة كانوا هدف سهل جدا. ويعيني كل ما كان يشوف قط فيهم بيلعب يروح يجري يضربه ويعوره ويصرخ فيه بصوت عالي، فيجري القط بسرعة وهو خايف يعيني ويستخبى من ميشو على طول. ولأنه يعيني ضعيف ما كانش طبعا بيقدر يرد على ميشو الشرير، وبسبب ده القطط الصغننة دي بقت ضعيفة جدا ورفيعة ودايما متعورين وتعبانين، وكل ده بسبب ميشو المفتري. وفي يوم قررت القطط التلاتة انهم ما يسكتوش ويحاولوا ياخدوا اكلهم من ميشو تاني. وفعلا لما عم سلطان جاب لهم الاكل بتاعهم جا ميشو كالعادة عشان ياخد الاكل ويضربهم، لكن لأول مرة رفضوا يدوله الاكل وبدأوا ينونوا جامد قدامه، لكن هم كانوا ضعاف جدا بالمقارنة بميشو، ونتيجة لده ميشو عورهم جامد جدا وخربشهم وضربهم، وبرضه في الآخر أخد الأكل بتاعهم وأكل قدامهم زي كل مرة. قعدوا هما التلاتة يعيني في الركن متعورين وجعانين وفضلوا يعيطوا، وفضل الحال كده والقطط بتضعف أكتر وأكتر، وحتى اللعب ما كانش بيسيبهم يلعبوا. لكن اللي ميشو بيعمله ده ظلم، وربنا عمره ما بيحب الظالم ولا بيرضى بالظلم. علشان كده تعالوا نشوف ربنا عمل ايه في ميشو الظالم ده. في يوم من الايام عم سلطان كان واقف في المزرعة بيشوي لحمة على الفحم، وطبعا ريحة اللحمة خلت القطط التلاتة يجروا ناحيته وميشو كمان، بس وقف من بعيد يراقب. وفجأة وقعت حتة فحمة مولعة لونها احمر من عم سلطان، فجريت القطط التلاتة عليها لانهم افتكروها لحمة، وقعدوا يبصوا عليها شوية ويشموها، وكانت ريحتها شبه اللحمة شوية. ولسه هياكلوها جا ميشو بسرعة وضربهم واخد الفحمة المولعة حطها في بقه على طول من غير ما يفكر ولا يشمها الاول، لكن حتة الفحمة طبعا حرقت له لسانه جدا، فرماها بسرعة وقعد يصرخ وهو مطلع لسانه محروق بره. استغرب القطط التلاتة ليه ميشو رمى حتة اللحمة، ولما قربوا منها أخدوا بالهم إنها فحمة، قعدوا يقولوا الحمد لله إننا ما كلناهاش. وطبعا ده كان عقاب ربنا لميشو المفتري الظالم. ومن يومها اتعلم ميشو إنه ما ياخدش أبدا حاجة مش بتاعته ولا يضرب الأضعف منه، وراح اعتذر للقطط، وبدل ما كان بيضربهم بقى هو اللي بياخد باله منهم وبيحافظ على حقوقهم. خلصت قصة النهاردة، تعالوا نشوف مع بعض ايه اللي اتعلمناه منها. اولا لما نلاقي انسان اضعف مننا سواء صغير او مريض او لوحده لازم نحميه وندافع عنه، ما ينفعش ابدا نستخدم قوتنا باننا نضربه او ناخد منه حاجته او حتى نتريق عليه، لانه حتى الكلام ممكن يعذب ويجرح زي الضرب بالظبط. والكلام ده برضو يمشي على الحيوانات لانها روح وبتحس وبتزعل، لو شفت حيوان ضعيف في الشارع اوعى تأذيه، حاول تساعده بعد ما تستأذن ماما وبابا طبعا وتسألهم ازاي اقدر اساعده. تاني حاجة، طول ما احنا عايشين نقدر نصلح غلطنا باننا نعتذر من قلبنا
لو غلطت في حد أو زعلت حد أو أخدت حق من حد لازم تروح تعتذر منه بكل شجاعة علشان يسامحك، وساعتها هتكون إنسان قوي وشجاع ومؤدب وربنا هيحبك جدا وكل الناس هتحبك كمان. عارفين لو كلنا عملنا كده هنبقى عايشين في مجتمع جميل محدش فيه بيخاف ولا حد بيزعل، وهنكون ايد واحدة وبنحب بعض وبنخاف على بعض. تالت حاجة، لما اتصرف من غير ما افكر كويس ممكن جدا اقذي نفسي، زي ميشو بالظبط لما استعجل وحط اللحمة في بقه من غير ما يفكر، مع انه لو كان ركز شوية وشمها وبص عليها كان عرف على طول انها فحمة، لان زي ما كلنا عارفين الكلاب عندها حاسة شم قوية جدا. اخر حاجة عايزة اقولها لكم هو موقف القطط التلاتة. انا مش بغلطهم ان هما قرروا ياخدوا حقهم من ميشو، لكن كان ممكن يفكروا شوية صغننين وساعتها كانوا هيعرفوا ان هما اضعف من ميشو بكتير. ده مش معناه انهم يسيبوا حقهم، لكن كان ممكن يفكروا بطريقة تانية تخليهم ياخدوا حقهم من ميشو من غير ما يتأذوا، زي مثلا ان هما يروحوا يقولوا لعم سلطان او يقولوا لحيوان تاني قوي في المزرعة ميشو بيخاف منه، وساعتها كان هيتعرف ان ميشو بيأذيهم وهيقدروا ياخدوا حقهم منه. اوعى تسيب حقك، لكن لازم تفكر كويس ازاي تتصرف وترجع حقك علشان ما تتأذيش انت. وتوتا توتا خلصت الحدوتة، اشوفكم في قصة جديدة، باي باي.